قدر كبير من الأدلة المشاهدة من مختلف ميادين العلوم مثل الجينات والكيمياء تثبت أن مثل ما أن الكلاب كان عندها سلف مشترك، فإن كل الكائنات الحية، أنا وأنت والحيوانات والأشجار، لنا سلف مشترك. لا نعرف لحد الآن كيف نشأ المتضاعف الأول سلفنا المشترك، وهذا الأمر في الحقيقة لا زال يمثل معضلة علمية ربما سنتطرق لها في حلقات قادمة إن شاء الله. أما بالنسبة لتنوع الحياة على الأرض، فإن التطور، أي مجموع التمايز والوراثة والانتخاب، كفيل بتفسيرها. ربما يتساءل البعض ويقول أن التطور الذي تكلمنا عنه في مثال تحويل الذئب إلى كلب من الكلاب التي نشاهدها اليوم كان مسيرا بكائن ذكي وهو الإنسان، أي المربي. فكيف يمكن للتطور أن يحقق ما حققه دون تدخل الإنسان، أو لنقل تدخل كائن ذكي لتسييره؟ فالاختلافات بين الثدييات أو الاختلافات بين الإنسان ونبتة مثلا أكبر بكثير من الاختلافات بين أنواع الكلاب. فمن كان يا ترى المربي؟ من كان يختار في كل مرة من يبقى ومن ينقرض؟ في حقيقة أن المربي الإنسان ليس ضروريا في تفعيل عملية التطور، لأن لدينا قوة أخرى تمكن من غربلة وانتخاب الأفراد الأكثر ملائمة. هذه القوة هي الانتخاب الطبيعي. ما هو الانتخاب الطبيعي؟ هو مفهوم مهم جدا في عملية التطور، ولكي نفهمه بشكل واضح لنشرح مفاهيم أخرى مهمة أيضا في التطور: التمايز والأصل المشترك. التمايز ببساطة هو الاختلافات الموجودة بين الأفراد من نفس النوع. مثلا عندما يكون لأبوين أبناء، فإن هؤلاء الأبناء يبدون مختلفين، وبعض هذه الصفات كما رأينا يعود إلى الطفر الجيني، أي تغيير في الدي إن إي الذي يحمل كل المعلومات الجينية. والتمايز هو حقيقة علمية مشاهدة. أما الأصل المشترك فهو كون كل الكائنات الحية التي تعيش في العالم تعود إلى أصل مشترك واحد، وذلك من خلال عملية تغيير تدريجي عبر عدد كبير جدا من الأشياء، فنجد مصدرا واحدا هو أصل كل أنواع الحياة التي نراها اليوم. الأصل المشترك لكل الكائنات ليس حقيقة مشاهدة، فنحن لا يمكننا العودة بالوراء في الزمن ومشاهدة تطور الحياة من هذا الكائن الأول أو المتضاعف الأول. ولكن قولنا بالأصل المشترك هو نتيجة حتمية مبنية على عدد كبير من الأدلة والحقائق العلمية. هذه الحقائق وجدت بشكل منفصل في كل من المستحاثات وعلم الجينات والتشريح المقارن والرياضيات والكيمياء والبيولوجية إلى غير ذلك من الميادين العلمية.